بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تغيير العملة إلى عملة أخرى عن طريق البنوك الربوية داخل في الربا؟ هذا يسمى بالصرف، تغيير العملة بعملة أخرى إذا تقابض الطرفان قبل التفرق لا بأس به، هذه مصارفة في البنوك أو في غيرها، هذه مصارفة. أما إذا تفرق ولم يتقابض أو لم يقبض أحدهما فهذا هو الربا، ربا النسيئة.